هذه الزفة إهداء من رشاد وزوجته نفحة للعروستين سمر وحنين. حقوق محفوظة. أفراح العروسين. لطلب يرجى الاتصال على جوال 5 3 3 3 4. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. يا الحروف بدي القصيدة اللي من رشاد غلاها هي هدية أحلى فرحة لسمر حنين شذا. حلوة كبيرة أمهم نفحة باليوم حققت نفسك مناها والعريسين باليوم كلهم يطلب رضا. أفرح العروس يا الحروف بدي القصيدة اللي من رشاد غلاها هي هدية أحلى فرحة لسمر حنين شذا. حققت نفسك مناها والعريسين بها اليوم كلهم يطلب رضا. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. الحقوق محفوظة. أفراح العروسين لطلب يرجى الاتصال على جوال 5 3 3 3 4 8 0 2 1. للاتصال قال رشاد اليوم مهدي أجمل وأحلى هدية لسمر حنين قصيدة كأنها الوردة الندية. حنا ربنا وكبرتوا فيكم أخلاق عالية أسعدين بطاعة الله من قلبي وصية. قال رشاد اليوم مهدي أجمل وأحلى هدية السمر حنين قصيدة كأنها الوردة الندية. أفرح العروس حنا ربنا وكبرتوا فيكم أخلاق عالية أسعدين بطاعة الله هذه من قلبي وصية. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. الحقوق محفوظة. أفراح العروسين. يا فخر عمري وحياتي وعزها الدنيا وسندها أمكم هذه الحنونة يا وليدي كونوا سعدها. والله بنات عمري وحياتي انتوا عندي الدنيا كلها عيني تتباهى بسنكم يا غلاي انتوا أملها. يا فخر عمري وحياتي وعزها الدنيا وسندها أمكم هذه الحنونة يا وليدي كونوا سعدها. والله بنات عمري وحياتي انتو عندي الدنيا كلها عيني تتباهى بسناكم يا غلاي انتو أملها. أفرح العروس. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. فرحة اليوم كبيرة. يا سمر انت الابراهيم اجمل واغلى حليله قولوا ما شاء الله عليها يا الحضور وباركوا لها. يا حنين انت وماجد افرح في احلى ليله من ليالي العمر احلى تغليله الجميله. يا سمر انت الابراهيم اجمل واغلى حليله قولوا ما شاء الله عليها يا الحضور وباركوا لها. هالمسافي أحلى ليلة من ليالي العمر أحلى هالليلة الجميلة. فرحة اليوم
أفرح العروس في طلب الحب يرجى الاتصال على جوال 05333 شكرت أم العريسة من حضر نور مسانا يلا حي غالي الضيف الفرح توج منانا احمي يا ربي غلانا أجمل وأحلى عريسة يلا يتبارك فرحهم يلا تحفظهم من العين شكرت أم العريسة من حضر نور مسانا يلا حي غالي الضيف الفرح توج منانا يا ربي غلانا أجمل وأحلى عريسي يلا يتبارك فرحهم يلا تحفظهم من